طيب بنقول تاني حته كتيره، احنا لما اشتغلنا هنا على امبورت الماي اس كيو دي بي كونكشن ماي اس كيو دي بي كونكت مش عارف ايه، وبعتنا له البيانات وهنا جربنا، كانت البيانات بتيجي تمام لان الداتابيز كان فيها التيبل ده وفيها الداتا دي، ما عندناش مشكله. اخذنا الكابل من نفس الاكزامبل وبدانا نعمل اكزامبل تاني هو هو بنفس الكود هو هو، بس غيرنا بس ان احنا نستخدم الماي اس كيو كونكتور تو امبورت ماي اس كيو كونكتور، وغيرنا كونكشن بيساوي ماي اس كيو كونكتور دوت كونكت. الفرق الوحيد طبعا استدعاء اللايبراري هنا مختلف، وماي اس كيو دوت كونكتور دوت كونكت، والثانيه كانت اسمها ماي اس كيو دي بي دوت كونكت. وده الشغل كله واحد، يا ترى هيشتغل معانا ولا لا؟ تعال نعمل تريك يمكن نقول له رن، بس المره دي من خلال الماي اس كيو كونكشن. طيب قال لي ايه؟ قال لي الهوست واليوزر ومش عارف ايه ترن كونكشن. ماشي ماشي ماشي، هو ممكن يكون ممكن يكون في احنا بعتنا مثلا هو مش عايزهم بنفس الترتيب دوت ما بين الداتابيس دي وما بين الداتابيس دي، فاهمني؟ يعني كل واحده تبقى ليها ممكن يكون لها ترتيب مختلف. وبعد كده الـ اسمه يوزر بيساوي يوزر، والباسورد كان اسمها باسورد تقريبا، واخر حاجه الداتابيس كان اسمها دي بي بتساوي دي بي بتساوي دي بي. يعني بس لان ممكن يكون ترتيبهم كان مختلف، يعني انا مش فاكر الترتيب بالظبط. جاب لي الداتا صح. يعني ايه الترتيب عشان ما اتلخبطش؟ يعني عندنا في الماي اس كيو دي بي ياخد الهوست رقم واحد، اليوزر رقم اثنين، الباسورد رقم ثلاثه، الداتابيس رقم ايه؟ رقم اربعه. ترتيبه كده. ترتيبه كده. لكن في الماي اس كيو كونكتور ترتيبهم مش بنفس الترتيب. فلذلك انا مثلا قلت له الهوست هو الهوست، اليوزر هو اليوزر، الباسورد هو الباسورد، الداتابيس هي الداتابيس. عشان لو كانوا مترتبين بترتيب مختلف ما اشغلش بالي. تمام؟ وبرده انت ممكن تاخد نفس الفكره دي كده. لو نفسك ممكن تقول باين برده الرد اهو. تقول الهوست هو الهوست، اليوزر هو اليوزر، الباسورد هو الباسورد، الداتابيس هي الداتابيس. تقوم جاي عامل كده رن. هيشتغل معاك هنا عادي. على ماي اس كيو كلاينت ده هيشتغل معاك عادي. ونفس الكلام لما نيجي نرنه هنا هيشتغل معايا عادي. الا انا عايز اقوله بقى من الحته دي. الله. يعني معنى كده ان مفيش اختلاف كبير ما بين ان انا اتعلم ماي اس كيو ال كونكتور او ان انا اتعلم ماي اس كيو ال كلاينت اللي هي ماي اس كيو ال دي بي، لان الكود تقريبا احنا ما غيرناش حاجه. ما غيرناش حاجه يعني الاستدعاء والكلمتين والباقي كله شغل واحد والكرسر واحد واللوب بتاعتنا واحد وكل حاجه واحد. بالظبط. هو ده المعلومه اللي احنا عايزين نوصل لها. وعشان ااكد عليها هعمل اخر اكزامبل معاك في الحته دي. هو هو نفس الكلام نفس كل شيء، بس هستخدم الباي. تمام. هستخدم مين؟ الباي ماي اس كيو. الباي ماي سيكوال دي باكج ثانيه خالص. تمام. باكج اخرى خالص احنا عايزين نستخدمها. الباكج بتاعت الماي اس كيو كلاينت على فكره دي مكتوبه اصلا، دي مكتوبه بايثون اصلا. احنا قلنا ان ال الماي دي بي اس ماي اس كيو دي بي دي مكتوبه سي. الماي اس كيو دوت كونكتور دي مكتوبه بايثون. وكذلك الباي ماي سيكوال مكتوبه بايثون يعني. فاصلها يعني. بس هم بيعدوا يعد في اغلب المقارنات الماي اس كيو دي بي اسرعهم. في اغلب المقارنات، في بعض المقارنات في حالات معينه بنلاقي ان ممكن الماي اس كيو كونكتور توصل لها او تسبقها، لكن ما شفتش اي مقارنات واقعيه بتتكلم ان الباي ماي سيكوال اعلى منه في السرعه خالص. ما شفتش كده. تمام. لكن كلها باكجز وكلها سوق بتتغير يعني، ممكن كمان شويه يتحدث حته تبقى اقوى من حته ثانيه مش عارف يعني. شغالين دي شركه ودي شركه ودي شركه كلهم شغالين بيحاولوا ينافسوا بعض. انت هنا باي ماي اس كيو ال ما فيش دوك كونكتور، انا هقول دوك كونكت على طول. ايه اللي بيتغير تاني؟ الله انا ما غيرتش حاجه، انا بس غيرت اسم الباكج. تعال نجرب. اعمل رن.
جاب لي نفس الداتا بتاعتي على الباي ماي سيكول. جميل جدا. يبقى احنا هنخلص يعني نطلع من الثري اكزامبلز دول اللي هم كلهم هم اكزامبل واحد بس بالباكجز مختلفه بدرايفرز مختلفه، ان الموضوع مش معنى ان انا هتعلم واحده منهم ان لو واحد جه قال لي لا احنا مش شغالين عندنا في الشركه بالماي ماي سيكول، احنا شغالين بالماي سيكول كونكت، بتقول لا انا والله ما اعرفش الماي سيكول، ما ينفعش لان هم كلهم واحد. فاحنا مش هنضيع وقتنا علميا تعليميا ان احنا ناخد دي وناخد دي وناخد ناخد دي وناخد دي وناخد وناخد ونضيع وقتنا، لان كلهم هيبقوا عباره عن تكرار لبعض، كل الدرايفرز شبه بعضها، انت بتاخد درايفر وبتفهم منه الفكره وبتطبق عليه كل الشغل الاساسي وخلاص ويشيل من دماغك الباقيين زي بعضين. لو اضطريت انك تنقل نفسك من ماي ماي سيكوال ل ماي سيكوال دوت كونكتور هتعرف سيرش بسيط، طالما انا فاهم الفكره سيرش بسيط على الانترنت هعرف اظبط اموري او الدلتا او الرابعه او الاولى، الموضوع هيبقى بسيط. لكن اعرف واحده بس اتعلمها كويس عشان ابقى عارف التفاصيل بس وخلاص، واتنقل من بعدها الى ايه؟ اللي بعده كمرحله اخرى. ده اللي كنت عايز اوضحه. هل النقطه، هل الفكره وضحت بتاعت ان الدرايفرز والكلام ده كله مش هتفرق معانا قوي انواع الدرايفرز، ولا في اي اسئله متعلقه بالموضوع؟ حد يرد على دي؟ زعلانين مني بحاجه ولا ايه؟ حكى عايز يقول يا شباب سامعيني ولا سبتوا الاجهزه واتحركتوا ولا ايه الموضوع؟ لا سامعينك يا استاذ. سلام يا دكتور، يديك العافيه. طب يعني فاهمين الفكره بتاعت الدرايفرز، وصل من الفكره دي ان احنا بنستخدم درايفر واحد وخلاص، هي الفكره هتبقى بالنسبه لنا ما عندناش مشكله لو اشتغلنا على غيرها او اي وقت من واحده لاخرى ما عندناش مشكله. فاهمين الفكره دي؟ طب دكتور السلام عليكم. لو ممكن في نفس البروجكت ممكن نستعمل اكتر من فانكشن زي كده، يعني مره ممكن نستعمل ماي سيكوال، مره ثانيه نستعمل الكونكتور وهكذا، او البايثون، ولا لازم تكون واحده على البروجكت؟ السؤال عشان بس الناس كلها تستفيد، يمكن بروجكت واحد يقدر يتثبت فيه الباي ماي سيكوال مع السيكوال دي بي مع مش عارف ايه، ده مش صح تمام، لان انت بتكتر الدرايفرز واللايبرري بتاعتك وفي حين ان هم كلهم هيأدوا نفس الغرض، فانت هتبدا بتعمل ايه، انهاك للبروجكت بتاعك او للبروجرام بتاعك، وبياخد حجم كبير من الرام وبياخد حجم كبير، وانت اصلا مش مستعمل كل الكلام ده، انت هي واحده هتقوم بالموضوع كله. ففي الفعلي احنا ما بنستخدمش غير واحده تمام، انت خلاص عرفت ان دي هي دي هي دي هي دي خلاص مش مشكله، لكن انت في الاخر يعني ركز في واحده وتطبق عليها واشتغل وخلاص، لو جيت في يوم من الايام اتنقلت للثانيه هتلاقي نفسك عارف ما عندكش مشكله. انا الحقيقه هو سؤالي ابعد من كده شويه، انه انا لو مثلا بعمل انتجريشن او عندي ثيرد بارتي لاي بروجرام ثاني وهعمل له انتجريشن او هنادي منه شيء وهو كان معمول بحاجه وانا بشتغل بحاجه ثانيه، مش حاجه دي مختلفه، هيحصل كونفليكت يعني ولا دي مختلفه؟ لو انا عندي مثلا ثيرد بارتي ثانيه وانا كونكت عليها خلاص، انا ماليش دعوه معموله بايه، هي خلاص هي بتاخد وقتها وشغلها وحجم شغلها لوحديها، انا ماليش دعوه هي معموله بايه، انا في الاخر بكونكت عليها وخلاص. طب ثيرد بارتي دي مديني ان اكلم الداتابيز بتاعتي مباشره، خلاص يبقى انا خلاص هتكلم على طول مع، يعني انا دخلت للسورس بتاع الداتابيز، انا مش ما عدتش كده على الثيرد بارتي بتاعتك اللي موجوده، انا خلاص انا بكلم مع الاصل مع السورس ذات نفسه، غالبا الثيرد بارتي ما بتدكش السورس، بتتعامل معاها هي اللي بتوصلك بالشغل، لكن انت لو هي خلاص بتوصلك بالداتابيز بتاعتك فانت اشتغل زي ما انت عايز، بس انت حر تشتغل مباشره، فمش هتاثر عليا ولا هيحصل في اي كونفليكت خالص لو انا بكونكت على اي باكج او اي ثيرد بارتي ثانيه موجوده معايا هتخش في موضوع، فانا بكونكت عليها بالطريقه بتاعتها، هي شغاله ازاي انا مش قضيتي، انا بكونكت زي ما انا شغال. تمام بارك الله فيك. ايه تاني اسئله بتدور في دماغك مش فاهم؟
في حد عايز يسأل؟ السؤال غير الله مازال. ايه؟ لا مش الطلب. السؤال هنا لسؤال المعرفة مش سؤال الطلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله. الله الله يكرمك. طيب لو كان في يعني مشكلة في ال يعني أنواع الأورر اللي بيجيني في الكونكشن يعني في الأساس أعرف إنه النتورك ولا هو الإنترنت ولا يعني إذا قاعد بيصير أورر معين يعني كيف أقدر أعرف الأورر أنواع الأورر اللي جاية؟ تمام. نتكلم عن أديب الأستاذ دي تفصيل يعني هناخد واحدة نشتغل عليها ونشوف بقى أنواع الأورز والكلام ده ونفصل ونصلح يعني. لكن يعني كنت معاك ملكش سؤال في الثلاثة يعني أنت بالنسبة لك خلاص فهمت الفكرة. لكن انت عايز تتعرف على لو في مشكله في اليوزر، في مشكله في الباسورد، في مشكله في الكونكشن، في مشكله في الهوست، في مشكله في اسم الداتابيز، في مشكله يعني ايه انواع المشاكل اللي ممكن تقابلني يعني. نعم نعم ايه والله يشرف خير. تمام هنقولها دي جايه ان شاء الله. خلاص كده في اي اسئله تخص الموضوع الحته دي بالظبط؟ عشان كده انا بعتبر بس عملت انترو لكن انا لسه ما شرحتش ولا واحده فيهم يعني انا بعتبر نفسي بس مجرد دي انترو فاهمين منها الفكره. تمام كويس جدا. بكده نكون قلنا ان دي الفكره خلاص احنا لسه ما شرحناش ولا واحده فيهم. هنبدا بقى ناخد يعني ايه الموضوع واحده واحده ونمشي معاه ونشوف هنحل بقى يعني ناخد واحده من الثلاثه. انا ان شاء الله هشتغل على الماي اس كيو ال دي بي عشان هي اغلب الاقتراحات بتبقى هي اسرع في البرفورمانس فهنشتغل عليها ان شاء الله. والباقي انت كده خلاص عرفت نفس الفكره يعني ان شاء الله مباشره. ثواني سيب بس دي طيب بسم الله. اللي احنا عايزين نعمله الاول هنشتغل على لازم يكون عندنا داتابيز وعندنا اللي فات طبعا كنت انا مجهز الداتابيز وكل حاجه بس بوريكم الاكزامبل مش هديتي خالص المره دي. لا احنا عايزين نعمل كل حاجه بالتفصيل من اول خالص يعني كل اللي عملناه اللي المفروض يبقى جاهز بقى معانا من دلوقتي ان احنا ما عندناش اي شيء غير عندنا الداتابيز مسطبه وعندنا البايثون شغال وجاهزين للعمل. تمام وجاهزين للعمل لازم الاول على الماي اس كيو ال تكون مكاله الداتابيز ومكاله اليوزر والباسورد وجاهز للشغل بس سيت اب الداتابيز سيت اب الداتابيز لازم تكاري سيت اب الداتابيز انجن الماي سيكوال لكن احنا بنعمل جواه كل واحد بيعمل الداتابيز بتاعه. انت خلاص الماي سيكوال انستولد تمام حلو جدا. انت المفترض انك انا ممكن اعمل هنا new file اسميه مثلا ايه MySQL commands one كده نبدأ بالسكيل ونرجع بالبايثون خالص ماشي. المجرد بس احنا نتعرف على بعض الاوامر عندنا في الداتابيس. اول حاجه عشان تكريت الداتابيس على MySQL بنكتب كريت السيكوال ليه ستيتمنت ليه كومنت كل كومنت بيعمل عمليه سهله جدا مش شغل برمجه بقى فيها لوجيك وفيها لا الموضوع بسيط خلاص الموضوع بسيط جدا. انا بقول له كريت داتابيز وبقول له بعد سبيس بقول له اسم الداتابيز كريت داتابيز واسمها كريت داتابيز ايه اسمها يعني مثلا اسمها باي دي بي يعني بايثون داتابيز مثلا ده امر انت ممكن تاخده وتشغله في اي حته بقى على حسب البروجرام انت شغال فيه في الماي سيكول. يعني احنا مثلا شغالين كنا رنين هنا صح على لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن صح هتخش على كلمه اس كيو ال وتبقى عامل له هنا ايه بس لو انت شغال اي برنامج اخر اي برنامج اخر هتدور على اس كيو ال موجوده فين والجود تايم ببساطه جدا. فلو جينا عملنا كده اهو جو قال لي خلاص ماي اس كيو ال ريتند ان امبتي ريزلت سيت وكله تمام وقال لي كريت داتابيز مش عارف اسمها ايه اتنفذت وكل حاجه تمام وادي داتابيز ماي باي دي بي اهي. طب شايفينها
وانا هو بقى على السيرفر 127.0.0.1 داتابيز اسمها باي دي بي. خلاص يبقى كده كريت الايه الداتابيز بتاعتي. ماشي حلو جدا. انا كده كريت الداتابيز ده امر من اوامر ان احنا ننشئ فيها الداتابيز بتاعي. طيب بعد كده المفترض يبقى عندك يوزر. انت هتستخدم الروت عايز تعمل يوزر خاص بيك اعمل يوزر خاص بيك. برضو انك تعمل يوزر نيم وباسورد ده امر معروف في الماي سيكوال يعني ما فيهوش مشكله يعني. انك بتقول له كرييت. لاحظ الاوامر بتاعت الانشاء كلها بتبدا بكرييت يوزر بدل كلمه كرييت داتابيز قلنا كرييت يوزر. تمام بديله اسم مثلا اسميه باي يوزر مثلا يعني بايثون يوزر انا سميته كده. تمام انا سميته كده ات لوكال هوست يعني على اللوكال هوست يعني بيكونكت من نفس السيرفر مش بيكونكت من سيرفر اخر. باي يوزر وده بيكونكت من نفس السيرفر بس انت تفتحها كده زي ما انت ماشي. تمام وهو له ايدنتيفايد باي يعني متعرف بيه او الباسورد بتاعه هو ايه وبكتب بعدها الايه الباسورد بتاعه ايدنتيفايد باي وبكتب الباسورد اللي هو عايزه. انا هسميه مثلا باي باوت اللي هي بايثون باسورد بس خلص بقى. يبقى كريت يوزر انا بغير دايما كلمه اسم اليوزر هنا وبغير الباسورد بتاعي وبقى الامر ستاتيك امر ثابت مفيش حاجه بغير بس اسم اليوزر وبغير اسم الباسورد يعني اوامر الاس كيو ال سهل عشان كده ماشي اوامر برمجيه على حسب اللوجيك وعلى حسب البتاع وعلى لا مفيش كريت داتابيز زي ما هي كريت داتابيز واسم الداتابيز بتغيره زي ما انت عايز اسم اللي انت عايزه كريت يوزر بتكتب اسم اليوزر اللي انت عايزه وتكتب الباسورد اللي انت عايزه والامر هو عشان كده بنقول اوامر الاس كيو ال اوامر بسيطه وسهله. تمام لو حابين ننفذها نخش برده على بس تكون واقف على الداتابيز بتاعتك اللي هي باي دي بي خش على اس كيو ال وادي يا عمي الامر اللي كتبناه هو كريت يوزر باي يوزر وعلى باي باس تروجو قال لي خلاص نفذ قال لي ايه زي ما انت شايف عملت صح قال لك ماي سيكوال ريتند انا امتى ريزلت سيت ومش عارف ايه واخد قد ايه وكله تمام فعمل لي اليوزر عمل لي ايه عمل لي يوزر. طيب اليوزر ده ملوش صلاحيه ان هو يخش على الداتابيز ولا يعمل اي حاجه هدي له صلاحيه يدي له ايه صلاحيات ان هو يقدر يكلم الداتابيز ويشتغل كل حاجه. طبعا الصلاحيات ليها مستويات وليها بتاع مش هخش في التفاصيل لكن هقول له الامر بتاع اعطاء صلاحيه اسمه جراند الامر بتاع اعطاء صلاحيات اسمه جراند عايز ادي صلاحيه جراند اول تمام اول بريفليجز يعني عايز ادي كل الصلاحيات جراند اسمح او اعطي اول بريفليجز كل الصلاحيات خلاص كل الصلاحيات اون على الداتابيز بتاعتك اللي اسمها ايه باي دي بي على تدي كل الصلاحيات اللي جوه الباي دي بي تمام ممكن اقول دوت استريسك يعني معناها كل اللي جواها كل التيبلز اللي جواها يبقى ادي كل الصلاحيات على باي دي بي داتابيز دوت استريسك يعني كل التيبلز اللي ايه كل التيبلز اللي جواها تو لمين لمين هتديها لمين قلت له عايزك تديها بس اللي هو الباي يوزر على اللوكال هوست يبقى يعطي ندي كل الصلاحيات اللي موجوده جوه الداتابيز دي بكل اللي جواها لمين للباي يوزر ات لوكال هوست اي اليوزر اسمه باي يوزر ده بتاع اللوكال هوست ده استاذ وياخد كل الصلاحيات اخد كده كابي ولو عايزين ننفذ الامر ده على باي دي بي برضو في الاس كيو ال وهو قلت له يلا خلاص قال لي تمام كده احنا عملنا ايه ثلاث حاجات كريتنا داتابيز كريتنا يوزر ادينا له كل الحقوق عشان نقدر نشتغل من خلاله ويبقى الدنيا معانا كويسه ما يقولوش لا انت مالكش حق تكريت مالكش حق تعمل تضيف مالكش حق تعدل مالكش لا انا اديته كل الصلاحيات مش موضوع السكيورتي بتاع الداتابيز دلوقتي خالص ولا الكلام ده انا بس موضوعي ان انا كريت الداتابيز كريت يوزر كريت ايه اديته الصلاحيات ده مبدئيا كده بعيد عن البايثون النهائي لازم دول اساسي كده عملنا انستول ماي سيكوال كريتنا جوه داتابيز عم في يوزر نيم وباسورد واخد كل الصلاحيات تعالى بينا نبدا كنا ممكن نستغنى عن الحته دي ونشتغل على روت ماشي بس كده داتابيس مش عارف نعمل كونكشن تعالى بقى في الايه في الاكزامبل بتاعنا خلونا نبدا نقول احنا هنشتغل هنا اولا انا هعمل امبورت للماي اس كيو ال دي بي الباكج بتاعي دي الباكج بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها اللي هي تعمل كونكشن على الداتابيس كويس جدا هاجي هنا واقول له ديفاين
عايز اعمل define لفانكشن اسمها connection او connect. فانكشن اسمها connect تمام. اللي هتعمله الفانكشن دي ولا حاجه، الموضوع بسيط جدا. هتقول لي connection بتساوي connect بيساوي، هقول له mysqldb dot زي ما احنا اخذنا connect. ادي ماشي connect بعت لي البيانات، قلت له الهوست هو الهوست و او الهوست بتساوي الهوست صح، وال حد يفكرني والداتابيس بتساوي الداتابيس، واليوزر هو اليوزر مش عارف كان اسمه يوزر نيم ولا يوزر، والثاني كان اسمها كنا بنقول عليه اسمها باسورد كامله تمام ماشي. مفترض كده هو هيعمل ايه؟ هيعمل الكونكشن بتاعنا. مفترض ان هو يقدر يعمل الايه؟ الكونكشن بتاع الهوست واليوزر والباسورد، مش ناسي حاجه تمام كويس جدا. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا بس كده مش بالترتيب يا دكتور عادي؟ ما طالما كتبنا اسم الفارم بيساوي كذا مش مهم الترتيب. كان اليوزر قبل الدي بي. ايوه انا بقول لو طالما احنا مش طالما احنا كاتبين ان الهوست بيساوي الهوست، لان ده الفارم كده والدي بي كده، لو احنا مش كاتبين ده يبقى احنا لازم يعني لازم نمشي بالترتيب. طالما كتبت بالشكل ده يبقى مش مهم الترتيب. انا حددت له الباسورد خده من ده، اليوزر خده من ده، الداتابيس خده من ده. حظنا ان احنا ماشيين نفس الاسماء برضو، مش لازم مش شرط على فكره يعني. ده احنا مسمينه هوست، ممكن اسميه السيرفر مثلا. يبقى خلاص بس عايز اقول ايه الهوست بيساوي ايه الفاريبل اللي اسمه ايه سيرفر. خلاص انا قلت له بقى الهوست هو بيساوي السيرفر، الداتابيس هي الداتابيس، اليوزر هو اليوزر، الباسورد بيساوي الباوند. خلاص طالما انا مسمي كده مش هيبقى عنده مشكله في الترتيب، مش هيبقى عنده مشكله في الترتيب نهائي. محتاج اجيب الكيرسر بتاعي، انا اقول له كيرسر بيساوي يا كونكشن تمام يا كونكشن دوت كيرسر. خلاص ده الكيرسر. والفانكشن دي خلاها ريتيرن بترجع لي حاجتين، بترجع لي الكيرسر والكونكشن. يبقى الفانكشن دي ما فيهاش اي حاجه خالص غير اسم الكونكشن، بس لازم اغير اسم الداتابيس. احنا كنا عملنا الداتابيس سميناها ايه؟ مش اللي احنا عملناها من شويه؟ الداتابيس بتاعتنا كان اسمها باي دي بي. خلاص يبقى انا هقول له انت هتكونكت على باي دي بي. اليوزر بتاعي ما كانش اسمه روت، اليوزر بتاعك اسمه باي يوزر. يبقى اقول له هتكونكت على باي يوزر. الباسورد بتاعي كان اسمه باي باوند تقريبا، اما اقول لك ايوه كده انا اهو اديته الايه؟ البيانات اللي انا عايز اكونكت بيها اللي هم دول السيرفر والدي بي واليوزر والباوند. خلاص وبعتهم. طبعا ممكن نجربه بس من بره كده، اقول له كونكت. طبعا يعني ممكن نعمل برنت كده ولا اي حاجه قبل ما اقول له برنت كونكشن. هقول له بس ايه، هنرجع على الفانكشن بتاعت اللي اسمها كونكت. انا هشيل ده دلوقتي بس انا مجرب بس ان انا بتشيك ان الكونكشن تم ولا ما تمش. كليك يمين قلت له رن، قال لي كونكشن سكسسفول وخلاص تمام. يعني عمل كونكت. طبعا الفانكشن دي انا بكونكت عليها من خلال الماي اس كيو دي بي، ممكن اكونكت باي حاجه ثانيه. وانا هفصلك تماما دلوقتي تماما عن فكره الماي اس كيو دي بي. خلاص انا عملت بس كونكشن كده في فايل، وكل العمليات اللي جايه هنرجع على الفايل ده وخلاص. ايا بقى انت كنت بقى مش عاجباك وشغال بالماي اس كيو كونكتور، غير الكود ده خليه على ماي اس كيو كونكتور، غير الكود ده خليه على ماي اس كيو كونكتور، ويرجع لك برده الكيرسر والكونكشن. مش عاجبك ده وعايز تشتغل باي ماي سيكوال، خلاص غير الفايل ده وخليك على باي ماي سيكوال.
وفي الاخر بقى كل الاكزامبلز اللي جايه انا براجع على الكونكشن، بيرجع لي الكيرسور وبيرجع لي الكونكشن وبشتغل عليه. بعيد بقى عن التفاصيل الثانيه انا مش عايز اشغل بالي بيها. تمام؟ دي الفكره. ممكن انت تقول لا انا يعني لو انت عايز تجرب الاسلوب الثاني هتقوم جاي اعمل لي انا هعمل دي كونكشن واحد مثلا او كونكشن بالماي سيكوال دي بي. وبقى انا هعمل كونكشن ثاني لو انت عايز تجرب بقى كل الاشكال. عامل كوبي بيست وثم غير وثم اللي انا هعمل بالماي ماي سيكول بالباي ماي سيكول، هعمل واحد ثاني بالماي سيكول كونكتور، هعمل واثنين على الكونكشن اشتغل. تمام؟ لو عايزين نعمل كده انا اعمل كده، بس انا شايف ان الموضوع مش محتاج مش مستاهل. خلاص هي نفس الكود بالظبط اللي بنغيره، احنا عارفين الحته دي يعني بتتغير وخلاص وكل الدنيا زي ما هي. الحته دي بس والامبورت والباقي كل الدنيا زي ايه؟ زي ما هي، فمش محتاج ان احنا نعيد نفسينا ولا في ولا مش واضحه ولا ايه؟ واضح تمام. بارك الله فيك. تمام؟ في اي حد له اسئله؟ يا سلام. الحين دكتور انت سويت كونكشن وما سوينا كلوز لل يصير اشكاليه يعني ولا ايه؟ لو قفلنا البرنامج يعني ايش ما سوينا كلوز له؟ احنا طبعا هنا ما عملناش يعني كلوز للكونكشن، عشان انا مش هينفع اعمل كونكت دلوقتي واقفل الكونكشن بتاعي مره واحده. انا محتاج اقول له كونكت، ولما احب اكلوز الكونكشن كده كده هيبقى اللي هينادي هيبقى معاك كونكشن، يقفل بقى هو اللي يقفل وقت ما يحب. لان لو عملت كونكت وقفلت اي حد يجي يعمل اوامر وراه مش هينفع، يعني الفانكشن دي هتبقى مقفوله تفتح وتقفل، فاي اوامر في النص انت ما بتعرفش تنفذها. ولذلك انا سايبها مش هديسكونكت دلوقتي. تمام؟ انا مش هديسكونكت ايه دلوقتي خالص، انا هخلي الامر زي ما هو وانا هديسكونكت بعدين في الوقت اللي انا احبه، يعني الوقت اللي انا افضله هعمل الديسكونكشن. طب مش ممكن يا دكتور نعمل كلوز قبل ما اشيل كده خالص واشيل حتى الطباعه دي والكلام ده؟ انا مش محتاجه خالص، انا بس كنت مجرد ان بشيك ان الفانكشن شغال. تمام؟ لكن بعد كده هستدعيها في الشغل بتاعي. اتفضل. كنت بقول مش ممكن نعمل كلوز اول قبل ما نبدا نفتح الكونكشن، من باب لو في حاجه على الميموري او شيء تعمل لها كلير. طب هوريكم الاسلوب ده انا عايز اشتغل بيه. اتفضل. ماشي. يعني انا حتى لو هسيب دول كده للتعريب بس مش اكتر، عشان لو حد يبص عليهم، بس انا هوقف دي كده. بس انا يعني جهزت فانكشن بس بالكونكت وبترجع لي الكونكشن والكيرسر. بكونكت بيه بقى انا هشيل الموضوع ده من دماغي، مش عايز اركز فيه خالص، انا مش عايز ياخد يعني حيز من مخي خالص. لكن اللي انا عايز اشتغله دلوقتي ان انا عايز اخد اول اكزامبل عايزين نشتغل عليه، ان انا مثلا هنفذ امر بسيط على الداتابيز. يعني مثلا او خلينا ننفذ امر معتدل. الاول الداتابيز موجوده وكل حاجه، عايزين نكريت التيبل اللي هنشتغل عليه، التيبل بتاعنا بالديسكربشن بتاعه تيبل او اكتر طبعا، عايزين نكريت. فانا هقوم جاي عامل كده. تمام؟ هشيل كل الكلام ده خالص، مش عايز منه اي تفاصيل خالص، الاكزامبل الجديد ده خالص. انا كل اللي هقوله هقوله فروم الاكزامبل اللي احنا كنا عاملينه كان اسمه كام؟ كان رقم 74. خلاص فروم الاكزامبل 74 انا عايز اعمل امبورت. كان عندنا فانكشن اسمها ايه؟ كونكت، صح؟ بس شيل بقى، شلت بقى من دماغي الكونكت كانت معموله كونكت بايه؟ تمام؟ الكونكت دي كانت معموله كونكت بايه؟ انا شلت من دماغي الموضوع ده. انا ممكن اغير بس الاسم كونكت تو ماي اس كيو ال عشان بس ايه تبقى واضحه شويه. فانا هنا خلاص هقول له ايه؟ امبورت الايه؟ كونكت تو ماي اس كيو وخلاص. ده اسم الفانكشن بتاعتي اللي انا هشتغل عليه. طيب اللي انا عايز اعمله في الشغل اللي هنا ده، انا كل اللي انا محتاجه ان اول هجيب الكيرسور واجيب الكونكشن، صح؟ الكيرسور والكونكشن او الكونكشن والكيرسور على حسب ما انا كاتب هناك. كل حاجه اعمله ايه؟ اللي هو هعرف كيرسور ده فاريبل كوما، وهعرف كونكشن ده فاريبل ثاني واقول له بيساوي، وهنادي على كونكت تو ماي اس كيو وخلصنا. لما نادي على كونكت تو ماي اس كيو اللي انا كنت مكريتها في الاكزامبل اللي فات هنا، تمام؟ هي هترجع لي الكيرسور والكونكشن، او خلي الكونكشن الاول معلش، ترتيب منطقي بس مش اكتر.
مش تفرق طبعا انت بعت لي او بعت لي مش فرق بس هو الكونكشن او الباكيت كنسل بعديها يبقى انا همشي بنفس الفكره الكونكشن او الباكيت كنسل خلاص الكونكت هتشتغل وهترجع لي كونكشن وهترجع لي مين وهترجع لي كنسل خلصنا بقى اللي موجود هناك ماي سيكوال الكونكت على انه اسلوب مش عارف ايه مش قضيتي دلوقتي خالص مش قضيتي خالص انا كل اللي محتاجه ان انا اقول له يا كيرسر دوت اكزكيوت نفذ لي واكتب هنا ايه الستمنتس اللي انا عايزها بس انا الستمنتس لازم تكون اس كيو ستمنتس طبعا ده مش هينفع الوقت ان ننفذ ده طبعا هيضرب لان مفيش حاجه اسمها كده بس انا يعني بكتب هنا ها 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 نكتب اوامر الاس كيو كونكشن اللي احنا عايزينها او الاوامر اللي احنا عايزين نعملها زي ما احنا عايزين يعني. تمام كل اوامر اللي احنا عايزينها اهو نكتب عشان ينفذها لنا علشان ايه ينفذها لنا وفي الاخر هقول لك كونكشن دوت كلوز وخلصنا جميل ده كده الستاندرد ورك بتاع بنادي بيرجع لي كونكشن وكيرسر بنفذ بقفل طب الاس كيو ال ستمنتس دي اي كلام طبعا دلوقتي انا المفروض اقول له مثلا كويري استعلام يعني هو مكاتب هنا الامر اللي انا عايزه في الاخر هو قايل له هنا ايه ما تيجي تكزكيوت اكزكيوت ليا الكويري كلمه كويري معناها استعلام او اس كيو ال ستمنت عايزين نفذها طبعا هتبقى فاضي دلوقتي لان لسه هنتعلم بقى فيها اوامر لكن ده الستاندرد ورك بتاعه انا بنادي على كونكت تو ماي سيكوال بقى معايا كونكشن معايا كيرسر من الجامعه وانا كنت عامل الكونكت تو ماي سيكوال بايه اعملها زي ما انت عايز باي اسلوب والكويري هنتعلم اوامر الاس كيو ال واقول له يا كيرسر نفذ الامر يا كونكشن اقفل وخلاص واقدر اشتغل بالاسلوب ده بقى ان انا اكريت واعمل اوامر كتير تمام الاكزامبل ده احنا عايزين نعمل فيه ايه ان شاء الله نعمل ازاي نكريت تيبل من خلال